لكن هذه اللجنة هي اللجنة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، وهي بالطبع يعني هي أعلى لجنة فيما يتعلق بالتحقيق في هذه المسألة. طيب عرفنا أكثر عن هذه اللجنة، وما هي السلطات المخولة لهذه اللجنة؟ والله السلطات المخولة لهذه اللجنة هي جميع السلطات الواردة في قانون اللجان التحقيق لعام 54، ولكن أيضا بالإضافة لذلك السلطات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية. بمعنى أنها لأنه قانون 54 كان يتحدث عن لجان لا يتم استخدام ما تصل إليه من نتائج في المحاكم، وبالتالي هي لجنة لمعرفة الوقائع يعني، وليست للاتهام ولا لتحديد المسؤوليات القانونية بالمعنى ده. في حين أن هذه اللجنة منحت بالإضافة لذلك السلطات النائب العام في النيابة العمومية فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، وهذا يعني أنها تتمتع بالإضافة لأنها ما تتمتع به لجان التحقيق إلى سلطات النيابة العمومية، بمعنى أنه من سلطاتها أنه تنظر في الاتهامات، سلطات بتاع تحري بتاع تحقيق، وأيضا بتاع توجيه اتهامات إذا ما رأت أن ذلك يعني هو ما أسفرت عنه التحقيقات. طيب طيبة لحياة طيبة.